يا ريت ما تفكرش الناس بيها تاني يعني، الفرصة اللي ضاعت ديت مش عايزين حد يفتكرها تاني يعني. هي فرصة مباراة المغرب طبعا، لكن على فكرة بس الناس مفكرة ان الهدف ده اللي كان هيوصلنا كأس العالم، كانت لسه بدري قوي على التصفيات. لكن طبعا كانت لو احنا كسبنا كانت تفرق معانا كتير جدا، لان احنا لما خسرنا في الاخر خسرنا بفارق الاهداف، ولو كنا خدنا النقطتين دول كنا ممكن نوصل كاس العالم. لكن من كواليس بتاعتها انا بعد ما ضيعت الهدف، لما تحس انت عايز الارض تتشق وتبلعك مره واحده من كتر السباب من الجمهور، ومن كتر محمد فاروق كمان طلعني من الكفار وقعد يعمل لي ليه يعني بصيلي، مع اني ما شفتش فاروق خالص على فكره. يعني الكره في البدايه كانت فاول عليا، يعني انا يمكن شديت روسي اللي هو المدافع المغربي، وفجاه لقيت نفسي انا والمرمى والجماهير بتقف، فانت بيجي لك كذا تفكير يعني. يمكن هي طبعا انا فكرت ان انا رقص واجيب جول يعني، يمكن انا اتعلمت من دوت في مباراه الجزائر، جيت للكره حطيتها في نفس المكان، حطيتها مره واحده على طول، كل لما رقصت الكره بعدت شويه، لكن في التوقيت ده بقى انت عايز الارض تشق وتبلعك.